للمزيد ينضم إلينا من دمشق خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية. خليل، بعد التحية، مزيد من التفاصيل حول هذه الاستهدافات الأخيرة. نعم كريم، في الحقيقة منذ بداية الإسرائيلي على لبنان تقريبا منذ حوالي شهر من الآن، استهدفت الطائرات المسيرة والحربية الإسرائيلية بعدة غارات على المعابر التي تربط بين سوريا ولبنان، ولعل أبرز هذه الغارات ما استهدف معبر مصعد جليل يبوس بحدود سوريا اللبنانية، استهدف مرتين. هذا الاستهداف كريم هو يؤدي إلى إعاقة عملية وصول اللبنانيين الذين يغادرون بلادهم أو السوريين العائدون إلى بلادهم، ما أوجد صعوبة كبيرة في عمليات التنقل. قبل أيام كنا في تلك المنطقة وشاهدنا العائلات وخصوصا العائلات السورية التي تعود إلى بلادها وهم يحملون حاجاتهم وعفش منازلهم وأغراضهم الشخصية، كانوا يحملونها لمسافة تزيد عدة كيلومترات. صحيح أن الهلال الأحمر العربي السوري وضع حافلات لنقل تقريبا للمغادرين من الحدود السورية اللبنانية باتجاه الحدود السورية، لكن هذا الأمر يقتصر على الأشخاص. أما بالنسبة للأمتعة وحاجاتهم بشكل عام، إن كان من عفش منازلهم وأثاث منازلهم وخصوصا للسوريين، هذا الأمر شكل صعوبة كبيرة، وشاهدنا البعض منهم قالوا بأننا سرنا عدة كيلومترات حتى وصلنا لهذا المكان. أما بالنسبة للمعابر في محافظة حمص، وهذه المعابر استهدفت عدة مرات، ودائما حجة إسرائيل بأن هذه المعابر تستخدم من قبل حزب الله ومن قبل السوريين الذين يدخلون أسلحة إلى الأراضي اللبنانية. من تواصلنا معهم إن كانوا في منطقة القصير وفي في عموم محافظة حمص أبلغونا بأن هذه المعابر هي مخصصة للأمور الإنسانية، وخصوصا الكثير من الجرحى والمصابين وحتى من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتم نقلهم عدة كيلومترات للوصول إلى الأراضي السورية. دائما هذه الذرائع الإسرائيلية تتحدث كريم عن استهداف سلاح، عندما يتم استهداف سيارة تحمل سلاح الجميع يعلم بأن هذه السيارة تتفتت وتتحول إلى أجزاء صغيرة، لكن السيارات التي تم استهدافها إن كان من الطرف السوري أو حتى الطرف اللبناني كان الدليل بأن هناك صواريخ تستهدفها، وضرب لهذه الصواريخ يؤدي إلى أحيانا دمار السيارة أو أجزاء منها. نعم كريم، من دمشق خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.